الجيش الإسباني ينفذ عملية عسكرية للمراقبة والردع بمليليا المحتلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. نفذ الجيش الإسباني عملية عسكرية تهم المراقبة والردع في مدينة مليليا المحتلة على الحدود مع المغرب المتاخمة لمدينة الناظور، وذلك في إطار ما تسميه مدريد عمليات الوجود الدائم في الأماكن الحساسة للسيادة الوطنية. بحسب مصادر إعلامية بالجارة الشمالية، فإن مجموعة نظاميين تابعة للجيش الإسباني قامت في الأيام الأخيرة بتطوير عملية انتشار بمدينة مليليا المحتلة على الحدود مع مدينة الناظور، قصد ممارسة الردع ضد التدخل غير المرغوب فيه المحتمل في بعض المناطق الأكثر حساسية في البلاد عن طريق البر والبحر والجو. ولم توضح المصادر عينها طبيعة هذا التدخل المحتمل، وإن كان يهم الهجرة السرية، غير أنها بيّنت أن الجيش الإسباني يتخذ من هذه القوات مهمة مراقبة الحدود وتأمينها من أي خطر خارجي. وأشارت المعطيات عينها إلى أن الجيش الإسباني يعتبر الحدود المحتلة مع مدينة الناظور حساسة بشكل خاص للمصالح الوطنية ومصالح بروكسل، وبهذه الطريقة يتولى الجيش مهمة الوجود الدائم. بحسب الجيش الإسباني، توجد على أراضي مليليا المحتلة وحدات عديدة، من بينها فوج الفرسان الثاني تيرسيو دوكي دي ألبا، وفوج الفرسان الثالث مونتيسا، ثم فوج المدفعية المختلطة 30، إلى جانب فوج المهندسين 7، ووحدة اللوجستيات 23، ثم كتيبة القيادة العامة في 7، ومجموعة المدينة 54 من النظاميين. وأوضحت المصادر سالفة الذكر طبيعة عمليات المراقبة والردع بكونها تأتي في كل يوم من أيام السنة، وعلى طول ساعات اليوم، إذ تكون وحدات وقادة الهيكل العمليات للقوات المسلحة في حالة تأهب لمواجهة أي تهديد للأمن في مناطق السيادة والمصلحة الوطنية. ومن أجل تطوير هذه العمليات، ينقل الجيش الإسباني القوات الجوية والبحرية إلى قيادة العمليات، التي تنشر الموارد المادية والبشرية في نقاط استراتيجية تصل إلى قرب الحدود المحتلة مع الناظور وعلى أراضي مليليا. ووفق وسائل الإعلام الإسبانية، فإن الجيش الإسباني ينشر وحداته للدفاع على المساحات ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل الصخور والجزر المحتلة القريبة من الساحل المغربي. وبالطريقة نفسها، اختبرت وحدات مختلفة قدراتها في جنوب شبه الجزيرة أو في جزر الكناري على أساس متكرر. يأتي هذا في ظل رغبة الرباط ومدريد، بحسب مخرجات القمة الثنائية الأخيرة، في تجاوز إثارة النقاش حول القضايا الحساسة والمثيرة للصراع، في مقدمتها قضية 7 ومليليا المحتلتين، التي ما تزال المملكة تعتبرها من الأولويات الوطنية. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في حفظ الله ورعايته.